حبيبان لا يفرقهما التاريخ، لا في التفاصيل ولا في السينما. فالأول عاصمة اسمها بغداد، والثاني شعب ينبض بالأحلام. وها هي أحلام، بطلة الفيلم الذي حمل اسمها، وأنتج عام 2005 بعيد الغزو الأمريكي على البلاد. أحلام الشعب هي إذن تمرض لكن لا تموت. لكن الحب في بغداد حبك فصول السيناريو السينمائي في العيون، غير أنك خسرت دور السينما وخسرت فصلا جديدا لسعيد أفندي في زمن الخمسينات. ومنذ العام 1909 بزغ اللون السينمائي في بغداد، ومنذ ذلك الحين كانت الرؤية الإخراجية تتلون بحسب الظروف التي تعيشها البلاد. لذا فإن الأحلام كانت عنوان صناعة نجاح جديد، وكأنك تعي هنا أن الإبداع يولد من رحم المعاناة. دخلت الحرب في زمن الحب فحدث الجنون، هذه حقيقة، وهذا عنوان فيلم أيضا سينطلق به أول مهرجان للسينما المستقلة في العراق وبمشاركة صناع أفلام عراقيين. إذن بالحب والحرب والجنون تروى وثائقية الصعاب التي مر فيها المخرج البارز محمد الدراجي. العراقيون المتذوقون للفن السابع خسروا الابتسامة والدار والجمهرة على ود وإبداع، لكن لم تمت فيهم الرؤية لزمن جديد ولو كان على أنقاض ما دمر وحرق. يأتي المهرجان في ظروف حافلة صعبة بفعل كورونا الجائحة، لكن العرض الذي سيكون افتراضيا لمدة أسبوع سينتهي بعرض غير افتراضي لفيلم بغداد في خيالي بدار سينما كارازون سوهو في لندن. العراقيين مخاشين بعينك، وطن الحر بس الرياجيل. الفيلم الذي أنتج عام 2019 وأخرجه السويسري العراقي سمير. يعود الفن فيمتزج بلغة الدم وبلغة الأمل أكثر، وقد يحدث أن شهيدا يوثق له فيلم جديد يحكي وجع القصة العراقية بعين مخرج قد خسر أبا أو أخا ضحوا بدمائهم ليحيى العراق. غير أن حلما لمخرج ينطق بحلم شعب أن تنتج دور السينما ذات يوم فيلما بعنوان عاد العراق.